افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس جمعية السكري البحرينية الفعالية التوعوية بمناسبة يوم السكري العالمي التي نظمتها الخدمات الطبية الملكية بالتعاون مع جمعية السكري البحرينية تحت شعار السكري وجودة الحياة. وفي كلمة له أعرب معاليه عن شكره وتقديره لكافة الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي بشكل عام، مخصصا شكره لجميع الجهات المشاركة في هذه الحملة التوعوية وجميع المتطوعين على الجهود المخلصة والتفاني والحرص المستمر في الالتزام في تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى وتعزيز الوعي حول الوقاية من مرض السكري وكيفية إدارته، مؤكدا أن المبادرات السنوية التي يبذلها الجميع ذات قيمة وفعالية لتوعية المجتمع وللوقاية من السكري والحد من مضاعفاته. الجدير بالذكر أن الفعالية تهدف إلى زيادة الوعي حول مرض السكري وتحفيز المجتمع على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، فضلا عن تعزيز أساليب التعايش مع المرض والحد من مضاعفاته. وتأتي هذه الفعالية كاستجابة للتحديات الصحية التي يمثلها مرض السكري وتأثيره المباشر على الصحة العامة. هذا وسوف تستمر الفعالية التوعوية للسكري على مدى 3 أيام ابتداء من اليوم، وستجمع مجموعة من أبرز الأطباء والاستشاريين المختصين في هذا المجال من مختلف المستشفيات في مملكة البحرين. الحقيقة أن مرض السكر هو مرض صحيح أنه مش يعني جيني في البداية، لكن في النهاية هو أهم شيء خصوصا بالنسبة للثاني هو نوعية الحياة. إذا كان الواحد حافظ على يعني صحته من ناحية الوزن، من ناحية الأكل، من ناحية الحركة والرياضة، ممكن أن يعني يتأخر الإصابة بالسكر مرة طويلة أو حتى يمكن ما يصاب به. لكن إذا أهمل نفسه ويعني يبتدي يأخذ يعني أكل غير مضبوط ويكون عنده سمنة وقلة حركة ورياضة، فهذه ممكن يعرض نفسه للإصابة بالسكر بشكل مبكر. وهذه الحقيقة اللي احنا نبي نوعي الناس له، أن المرض السكري هو مرض نتيجة لنوع الحياة، وأن أنت علشان حتى لما يصيبك مرض السكر وتحاول تضبطه، الضبط مو بس بالأدوية، الأدوية تساهم، لكن يعني الدور الأكبر هو تنظيم الحياة نفسها بخير، تصير طريقة صحية من ناحية الأكل والحركة ويعني الاهتمام بالنفس والذات، أنه يعني ما يكون في استرس كثير، ما يكون في مشاكل كبيرة على قدر المكان. طبعا مشاكل جزء من الحياة، لكن أن الواحد يأخذ مسألة موضوعية ومسألة أنه يعني بعقل بارد نسبيا يكون أحسن من الانفعال، لأن كل هذه الأشياء يؤدي يأثر إلى يعني تفاقم مرض السكر.